السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد. عاملين ايه؟ اتمنى ان انتم تكونوا بخير. النهاردة نعمل مع بعض فيديو في المطبخ، فيديو روتيني يعني في المطبخ، كل يوم بعمل حاجة مختلفة. النهاردة طلعت نص فرخة هي حطيتها على النار بشوحها لسه الاول كده، هقطيبها مطلعها من التلاجة كانت متفرزة مطلعها من فترة. هي فايدة الروتينيات، الروتين ده ايه؟ بنستفيد، بناخد فكرة من بعض، وخصوصا الصبايا اللي لسه ما اتجوزوش او اللي لسه العرايس. فالفيديوهات ديت او الفيديوهات الروتينيات ديت بتفيدهم، بناخد افكار كده من بعض. فدي انا حطيتها على النار اهيت، هستنى لما تستوي. وبعدين اهم حاجة في المطبخ غسيل المواعين، غسلت شوية اهوت ولسه في مثلا جزازة زي ديت عاوزة تتملي، وبرده حاجات فاضل حاجات بسيطة اهيت عاوزة تتعمل. العين دي على البوتاجاز عليها نص الفرخة، ودي حتى اهوت مية هعمل مكرونة، مستنية لما المية تغلي هحط على المية بتاعت المكرونة ملح اهو. المية غليت اهيت، هي فيها ملح، لما باجي اشتغل بأوطي النار احط المكرونة. اديها تجميلة كده، من حين اخر كده ان انا كل شوية كده اجلب فيه، يعني مش ما اتكاش يعني في التجليب علشان يعني ما تعجنش شويش كده. وانا حطيت المصفى هي في الحوض هاصفي فيها المكرونة. انا مرضاش احط على فكرة زيت في المية بتاعت المكرونة، لان الزيت بتبقى مادة عازلة بين المكرونة وبين الصوص، اي حاجة تتحط فيها ما بتمسكش فيها. اهو اصفيها، هاعمل صوص المكرونة هو دي طماطم ودي توم هوت، ودول شوية ملح، ودول شوية كمون. كمون انا بحب يعني احط كمون في الاكل عشان البطن، احسن حاجة للبطن وتظبط البطن ما تخليش لا فيه مغص ولا اي حاجة من الاكل هو الكمون. حطيت حلة على النار اهي، هحط فيها علبة زبدة، دي علشان المكرونة، الصوص بتاع المكرونة. الزبدة دي بتخلي ريحة المكرونة حلوة كده في الأكل. وهحط زيت حاجة بسيطة كده بس، كفاية كده، بحبش أنا الإدام يعني الدهنيات كتير في الأكل. وهفضي اللي في الخلاط اللي أنا عملته الصوص أهو، الطماطم مع الثوم مع الكمون. يعني بسويها تستوي الطماطم كده، المخلوط كله كده يستوي على النار. هحط شعرة ماء، شعرة سكر بسيطة خالص كده. في ناس لما بياكلوا طبيخ او ياكلوا اي حاجة فيها صلصة طماطم زي ديت بيجيلهم حرجان في صدرهم كده، فالسكر بيمنع الحرجان ده اهو. حاجة بسيطة يعني كده. طبعا انا حاطة ملح في ساعة ما حطيت في الخلاط، ما عملت الخلطة دي حطيت ملح في الخلاط. وده الزيتون، الزيتون ده انا شايلة النوى بتاعه، بحط برضو هنا بيدي نكهة جميلة للمكرونة مساحة الاكل. هاجي الصوص والصلصه اهيت، هحط نصها كده في جعر الحله ديت، وادي المكرونه ديت هنزلها. طبعا انا ما حطتش عليها زيت، كانت تبقى مفرفره شويه بس احسن كده برضو، على اساس ان هي كده بتبقى من غير زيت، ما فيش ماده عازله فيها،
بتشرب الصوص كله او الصلصه كلها. احط شويه اللي فاضلين اهو. اللي فوق بجيبه تحت واللي تحت اجيبه فوق. يا سلام على ريحه الزيتون، ريحه الزيتون تحفه كده. هشوف المكرونه ما حطيتش زيت في الميه، شربت كل الصوص بكل سهوله. ودي كوسه هي اللي انا كنت موريها لكم في المشتريات، دي كيلو ولا ربع. هعمله صينيه اهي، الصينيه اللي جايباها اهي، واللي هعمله بيه النص الفرخه ديت. ادي الكوسه اهي هقشرها كده، وجايبه برده البصل اهوت هقشره. باخد حاجه يعني بسيطه كده من الطبقه اللي فوق ديت علشان هي فيها غذاء برده. قشرهم كلهم. انا عملت الكوسه اهي قشرتها اهي، وهعمل البصل. لو ان البصل الابيض ده انا ما بحبوش، امتى الاحمر يطلع، بس هو ده اللي موجود في السوق، فهقشره رفق اهو. مكان برضو الخلاط، مكان ما انا كنت عامله للمكرونه، هاعمل الصينيه اللي هي بتاعت الكوسه ونص الفرخه، برضو شعره سكر اهي. وادي البصل اهو، البصل خلطت اهو، ودول اربع طماطمات اهو هحطهم برضو في الخلاط. وادي معلقه ملح، وهحط كمان واحده التانية هي، على اساس ان انا ما حطيتش على الفرخة وانا بسويها ما حطيتش عليها ملح، فحطيت ملح هنا هوت يعني مقدار للاتنين. ودول شوية كمون اهو، كويسين شوية الكمون دول كده. فانا الكوسة خرجتها هي وغسلتها كويس خالص، لان احنا عارفين الكوسة اليومين دول بتيجي من الصوب، والصوب ديت بيبقى فيها رمل. غسلتها كويس خالص وخرجتها هي، وهحط نص الفرخة هي. بسم الله، هي بردت خالص هي، كانت استوت يعني الاول في الحلة وبعدين ايه حطيتها في الصينية هي. هحط اللي انا عملته في الخلاط ده، بصل مع طماطم اهي، اهي يا حبايب. وهحط الشوربه اللي هي مسويه فيها نص الفرخه ديت، تعالي كده كويس كده. اهي يا حبايب حطيتها على النار اهي، هتفضل لما تغلي والكوسه تشرب يعني السوز ده كده، لان طبعا انا بحب الكوسه، الكوسه ديت مفيده جدا للبطن والامراض الجلديه، وبتفيد مفيده جدا يعني. اي حد بيروح له تعب بالبطن الدكتور يقول له كل كوسه، فالكوسه ديت يعني بحب اضيفها، ولما بتبقى لوحدها كده مفيش حد برغبها، فانا بدخلها في حاجه زي ديت علشان افراد الاسره ياكلوها. انا سايباها كده لما تغلي على النار اهي، لما استويت خالص. احنا ما بنحبش يعني المسبك، يا دوبك فيها شويه صوص بساط كده للي يغمس بيها، وكده يعني كويسه كده. والكوسه اهي ما شاء الله راحت زي الزبده اهي، وطبعا دي زي الزبده رقره اهي اهي. اتمنى ان انتوا تجربوا من الصينيه ديت، روعه. وبعدين فاضل عندي بتنجانتين من البتنجان اللي انا كنت شارياه، اللي كنت شفتوه في فيديو المشتريات. هاشويهم، هعملهم شوي على البوتاجاز دلوقتي. فانا البتنجانتين باخدهم اغسلهم كويس خالص اهو، لان طبعا الواحد مكان الفلوس والايادي والبياعين وكده لازم يغسل الحاجه كويس. انا حط عليهم ميه وخلي في الميه تحت اهيت،
حتى خل وملح قصدي كده. فبروح عاملاهم ازاهم كده بالسكينه علشان بحطهم على البوتاجاز اهو عشان ما يفرقعوش اهو كده. اهو بوطي البوتاجاز ساعه ما باجي احطه اهو، بحطها كده وبسيب الجمع اللي هو الاخضر ده عشان بامسك منه اهو، واحده هنا وواحده هنا، واعلي عليهم اهو. واهيت لما استوت اهيت يعني من تحت، بروح جايبها على الناحيه الثانيه اهو، بوطي وانا بشتغل اهو على الناحيه الثانيه، علي عليها تاني عشان تستوي من الناحية التانية. وبعدين بقى اروح للشرايح كده، البتنجان المشوي ده صحي عن المقلي وعن المطبوخ، بفضله يعني بعمله على طول عندي في الاكل. اهيت يا حبايب حطيتها في صينية زي دي بعد ما اشتغلها، ودي هرسة شطة بتدي لها طعم جميل. هرسة الشطة دي ملح وتوم وشطة خضر بس كده كويس كده. واهو يا حبايب في الاخر صورته النهائية، حطيت له شوية زيت، يا سلام على البتنجان المشوي ده، بقى على طول احطه على الاكل، حاجة من فتحة للشهية. وعلى فكرة ما عنديش لا ليمون، لما بيبقى عندي ليمون بعصر عليه ليمون، وفي ولو في خل، بس لا عندي لا خل ولا ليمون. يعني طبعا اليومين دول في عيش التقشف كده، حبس في البيت، الواحدة المصرية لما تتصرف. يلا الحمد لله، وده كان من بعض روتيني في المطبخ. دمتم في أمان الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.